السلام عليكم متابعينا، نشرة جديدة من أخبار الكرة العراقية، أهلا وسهلا بكم. أكدت جريدة فوتبول أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أرسل كتابا إلى الاتحاد العراقي موضحا فيه تفاصيل مشاركات الأندية العراقية في البطولات الخارجية للموسم المقبل، وتم تأكيد أن القوة الجوية حجز مقعدا مباشرا في بطولة دوري أبطال آسيا بصفته بطلا للدوري العراقي، فيما حصل الزوراء بطل الكأس على نصف مقعد في البطولة، وسيخوض مباراة ملحق تأهيلي إلى دور المجموعات. كل من فريقي النفط والشرطة سيمثلان العراق في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي بعد أن أحرزا المركزين الثاني والثالث في الموسم الماضي من الدوري، مما يتيح لهما المشاركة في البطولة حسب الكتاب الصادر من الاتحاد الآسيوي. تعادل منتخبنا الوطني العراقي مع شقيقه السوري بهدف لهدف في مباراة ودية أقيمت في ماليزيا ضمن استعدادات الفريقين لتصفيات كأس العالم، وافتتح فراس الخطيب أهداف المباراة لمصلحة سوريا بتسجيل الهدف الأول، وعادل منتخبنا النتيجة عن طريق اللاعب مازن فياض. وفي أخبار المحترفين، تأهل رسميا فريق أوستر سوند السويدي إلى دور المجموعات من الدوري الأوروبي لموسم 2017-2018 بقيادة قائده ونجم السود الرافدين بورونوري، ذلك بعد الفوز على باوك اليوناني بهدفين مقابل لا شيء بعد التأهل التاريخي لفريق أوستر سوند المتأسس حديثا. ويعتبر بورونوري ثالث لاعب عراقي يسجل التواجد على مستوى أكبر البطولات الأوروبية بعد أن لعب كل من هوار ملا محمد في موسم 2008-2009 مع الفريق القبرصي في دوري أبطال أوروبا، واللاعب الثاني هو نشأت أكرم في موسم 2009-2010 مع فريق تيفنت الهولندي في الدوري الأوروبي، وبرو اللاعب الثالث. ويعتبر هو العراقي الوحيد الذي حمل شارة القيادة في تاريخ البطولات الأوروبية الكبرى. ونبقى مع أخبار اللاعب، حيث أكدت الفحوصات الطبية التي أجريت لبورونوري بعد المباراة ابتعاده عن المنتخب الوطني العراقي قبل مواجهتي تايلاند والإمارات في تصفيات كأس العالم بسبب تفاقم الإصابة، وتعويضه باللاعب صفاء هادي. ونختم مع أخبار مباراة الأساطير، ونقلا عن شركة عشتار الإنتاج والتسويق الرياضي، تم تثبيت القائمة النهائية لنجوم العراق لمواجهة نجوم العالم في 9 سبتمبر على ملعب البصرة الدولي، والقائمة كما هي موضحة كالتالي: